السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جريد سري؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هناخد سورة المزمل الآية 14 و15 وبعض المعلومات الإسلامية والأذكار. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. ناخد بالنا، هنقرأ الآيات كم مرة وناخد بالنا من نطق الحروف في كل كلمة. يوم ترجف الأرض، ناخد بالنا من كلمة الأرض. اللام في كلمة الأرض لام قمرية. يعني إيه لام قمرية؟ يعني لازم تظهرها، تقول الأرض الأرض، وخد بالك حرف الألف مفتوح الأرض، وحرف الضاد تمسكه ما تحركوش عشان ما يبقاش حرف مقلقل. بنقول يوم ترجف الأرض والجبال، برضو كلمة الجبال اللام فيها لام قمرية، يبقى لازم ننطق حرف اللام. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال، خد بالك من الكسر في حرف التاء، وكانت ال وكانت ال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. عندك التنوين في كلمة كثيبا وراء حرف الميم، لازم تغنه كثيبا مهيلا. نقول الآية دي كمان مرة. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا زي ما قلنا في الآيات اللي فاتت، حرف النون هنا عليه إيه؟ برافو، عليه شدة، عليه شدة، يعني لازم نغن الحرف شوية. إنا عندنا هنا شايفين علامة المد اللي قلنا عاملة زي موجة البحر وراها همزة، لازم تمد زي ما أنا بمد. إنا أرسلنا إليكم، خدت بالك من علامة المد كمان في كلمة أرسلنا إليكم رسولا شاهدا. التنوين هنا بعد حرف الشين لازم تغنه رسولا شاهدا عليكم كما، برضو تاني في علامة المد تاني، كما أرسلنا، وكلمة أرسلنا فيها علامة مد، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. خد بالك من كلمة فرعون، الراء فيها بتنطقها مرققة، يعني ايه بتنطقها بشكل رقيق خالص يا جريت سري، ما ينفعش تقول فرعون، فرعون رسولا. ننطق الآية دي كمان مرة. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. تعالوا نشوف مع بعض معاني المفردات اللي قرأناها في الآيات. يوم ترجف الأرض يعني تضطرب وتتزلزل زي ما احنا شايفين في الصورة كده. كثيبا مهيلة يعني رملا مجتمعا سائلا. يعني ايه؟ يعني الرمل بيتناثر في الهواء، وهنفهم مع بعض معنى الكلام ده أكتر في الشرح. تعالوا نشوف مع بعض شرح الآيات. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. ربنا بيقول لنا إن يوم القيامة الأرض والجبال هيتحركوا من مكانهم، والجبال هتتفكك لرمال هتتطاير في الهواء، والأرض كلها هتبقى مستوية. أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. هنا ربنا بيقول لكفار أهل مكة إنه أرسل ليهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم زي ما أرسل
سيدنا موسى إلى فرعون. ودلوقتي هناخد بعض أذكار الأحوال. ذكر قبل الطعام. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. بسم الله. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. بسم الله. يعني أنا بدعي ربنا، يا رب بارك لي في الأكل اللي أنت رزقتهولي وابعدني عن عذاب النار. هناخد ذكر تاني اسمه ذكر نسيان التسمية. يعني أنا نسيت خالص أقول دعاء قبل الطعام وأقول بسم الله وبدأت في الأكل، هل أكمل الأكل للآخر من غير ما أذكر ربنا؟ لأ، ربنا والرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لنا إن ذكر نسيان التسمية بسم الله أوله وآخره. يعني حتى لو أنت وصلت في نص الأكل أو في آخر الأكل خلاص ناقص لك حاجة بسيطة وهتخلص، وافتكرت اللي انت ما قلتش بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار، هتقول ايه؟ بسم الله اوله واخره. يبقى تاني ذكر نسيان التسمية بسم الله اوله واخره. هناخد معلومة اسلامية جديدة، وهي سورة وردت فيها البسملة مرتين. سورة وردت فيها البسملة مرتين هي سورة النمل. يعني ايه سورة وردت فيها البسملة مرتين؟ البسملة اللي هي جملة بسم الله الرحمن الرحيم. يعني سورة النمل السورة الوحيدة في القرآن اللي اتذكر فيها جملة بسم الله الرحمن الرحيم مرتين. احنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل ما نبدأ السورة، وكمان جوه السورة نفسها في آية بتقول إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. عشان كده قلنا إن سورة النمل وردت فيها البسملة مرتين. يبقى نقول المعلومة كمان مرة، سورة وردت فيها البسملة مرتين سورة النمل. وكده يكون الدرس انتهى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.